تتعدد أنواع هذا الفن التشكيلي من رسم وتصوير ونحت وأيضا عمارة وغيرها. ومن المعروف أن الفنان يختص بنوع معين من الفنون التشكيلية، ولكن هناك من يمكنه دمج واحتراف أكثر من نوع من الفنون التشكيلية كالرسم والنحت والزخرفة. وأيضا أحد الذين خطفهم هذا الفن ليسافر بعيدا في رحلة طويلة معه، زرنا كمال في منزله وكان لنا هذا التقرير، خلونا نشوفه. كبدايات أنا ما بعرف حدد من إمتى كان في البدايات، لأنه ما بعرف حالي إلا برسم. من السنة الرابعة ابتدائي اشتركت في معرض على مستوى المحافظة بين مدارس المحافظة كلها، وحقيقة ما التقييم كان ممتاز جدا، وطبعا استمرت معي. لو ما أخذت الثانوية العامة كانت ثانوية عامة علمي، وكان بحق لي أدخل أي فرع. بس الحقيقة الوالد كان بينه يعني زعل، مثله ما بده يعني ادخل عند الزراعي اي مهنه تانية، لانه كانت هذيك الايام شو يعني انه حتى يروح يدرس كليه فنون جميله يطلع رسام. الحقيقه لما ذكرت كلمه نحت، النحت توقف عندها وتحط خطين احمر، لانه النحت هو راس الهرم، هو جد الفنون كافة. النحات لازم يكون، إذا كان نحات متمكن لازم يكون رسام متمكن، بس مش بالضرورة أي رسام يكون نحات، وهذا شيء طبيعي. الجمع، لأنه نحن أصلاً في جامعة دمشق حقيقة يعني الجامعة بتعطيك معلومات بتعطيك صبر، لكن إحنا عادي خريجين الجامعة السورية جامعة دمشق وكلية الفنون لنا تدخلات في كل أنواع الفنون اللي موجودة، يعني بنشتغل ونحن في الجامعة، تلاقينا في سوق المهن الأرابيسك والإيشاني والعجمي والكذا، وأنا نفسي عندي فضول كبير من لما كنت في الطالب في الهدى أنه أعرف كل تفاصيل الفن التشكيلي. خليني أكون صريح معك، الفن أنا بعتبره مثل نبضات القلب، تجي يعني زي ما بيقولوا تجي نبضة تعطي إلهام معين. ممكن أنا أتأثر، يعني الفنان دائما عنده مثل ما بيقولوا عنده رؤية خاصة، يعني مثل لو جيت أنت مثلا لو قلت أنا مثلا إنه هذا جميل أو هذا قبيح، ما في شيء اسمه جميل وقبيح، وحتى في القبح في جمال. فأنا بتأثر بأي شيء، يعني كل المدارس لو بتقلي ما في مدرسة إلا متأثر فيها، ما حدا وصل للتجريدي إلا ما كان متقن الكلاسيك. لو ما متقن الكلاسيك يعني بيكاسو ما مشي بمراحله بالفن التجريدي من عدم، كان رسام كلاسيك. مثل ما بيقولوا في عندي هلأ أنا شغلة لازم أقول لك إياها، الإنتاج غزير البيت صغير. فالحقيقه انا مدمن فن، ما فيني اتوقف، يعني ما فيني اوقف. فطبعا لذلك انا كل حياتي اليوميه من اولها لاخرها عباره عن شغل في مجال الفن. عندي قناه على اليوتيوب نفس العمليه بدرس فيها الفن، عندي تلاميذ نفس العمليه بيجوني لهنا بياخذوا دروس في الفن التشكيلي، ودائما عم بشتغل عم بنحت او عم برسم. والحقيقه اللي مساعدني انه انا زوجتي فنانه تشكيليه نفس هذا، ولذلك مرتاح بأريحية بشتغل، لأنه هي متزوقة لهذا الموضوع ومثلي مدمنة، فلذلك ما عندي مشكلة، فلأنه حوله إلى متحف. الحقيقة هي الصعوبات، دائما الفنان يعني ما دائما يعني بيكون ميسور الحال من شغله، يعني ما دائما يعني ما هو من الطبقة اللي بتكون ميسورة من ناحية العمل. لذلك أنا اضطريت بكتير فترات أنه أشتغل في الديكور، لأنه في مجال الفن لحاله ما بيقدر يدفع الفاتورة مثل ما بيقولوا أو الفواتير.
فلذلك يعني فيها صعوبات، ولكن كلها طبعا مع العزيمة والكذا كله يسيطر عليها والحمد لله كل الأمور تمام. كلهم أولادي حقيقة، ما في عمل أنا بعمله لمجرد أنه بدي أتسلى، العمل بدرسه وبشتغل فيه وبتعب فيه وبحبه وبيصير قطعة مني. أصلاً إذا خرج أو حدا أخده أو بيع أو كذا بتم عيني فيه وبروح بزوره.